السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من يسرين بنت ريس، فنانة تشكيلية من المغرب. أما عن ماذا أعجبني في رحلة هذه السنة من منازل الروح، كانت هي الروحانيات العالية جدا التي كانت تسود فريق العمل كله، وأيضا المناظر الطبيعية وتلك المنطقة البعيدة عن التشويش كانت تساعد الإنسان على الغوص والسباحة في ملكوت الله سبحانه وتعالى لمن كان يريد أن يهاجر لله. أما عن ماذا أو لماذا أريد أن أخوض معكم هذه الرحلة، وهي ممكن أن ألخصها في كلمة، وهي الرحلة إلى الله أو الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هي الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنه يشرفني أن أكون ضمن الفريق القادم إن شاء الله. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن أحظى بالقبول، هذا سيكون شرف لي إن شاء الله. تحياتي.